نعم زايد. هلا. نعم يا زايد تفضل أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين أنت؟ شيخنا شلونك؟ يا مرحبا. الله يسلمك. من أين؟ من العراق. الله يخليك شيخنا. آمين شيخنا. عندي سؤال عندك. نعم. بس شوي لحطول معاك القصة. أنت من وين؟ من العراق. أنا من العراق البغداد. نعم تفضل يا زايد. يا شيخنا أنا متزوج وفي عندي ثلاث بنات. ثلاث بنات. اي واحدة الحمد لله والشكر كل شيء ما بيها. نعم. اثنين مرضى في عندهم ضمور بالدماغ. ضمور في الدماغ. ايه. اي فراجعت يعني اطباء كثير فقالوا يعني ما كل مصر لهم علاج للاطفال وهاي. زين. فالاطباء يعني نصحانا قالوا لنا بعد يعني لا تسوي اطفال لان راح يجون عندك نفس الحاله يعني حاله تسوء عن حاله. نعم. نعم. فهسه زوجتي حامل وعمر الجنين شهرين. نعم. وانا خايف يعني اقول يعني هم اخاف يطلع زي هذول المرضى وعندهم ضمور بالدماغ وهيك شيء بس يعني بس اشيرك يعني اشوف كلامك انه يصير انسقط الطفل ولا ما يصير؟ لا يجوز اسقاط الجنين الا اذا خشينا على الام ان تموت. الا اذا خشينا على الام ان تموت، بعض العلماء قال لا يجوز بتاتا اسقاط الجنين، ما يجوز، وبعض العلماء قال قبل الروح ونفخ الروح حددوا، قالوا قبل الروح بشروط، بعد نفخ الروح لا يجوز بتاتا. وبعض العلماء قالوا يجوز اسقاط الجنين بس حاله واحده، اذا خفنا على من؟ الام ان تموت، اذا خطوره على حياه الام، عدا ذلك ما يجوز اسقاط الجنين. تقول يطلع مشوه، ضمور عقلي، ما تدري لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امره، ما نعرف. اشكرك. ثق بربك. ثق بالله. ان شاء الله. شكرا سيد، شكرا يا زايد، شكرا يا زايد من بغداد. على كل حال اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، باذن الله نلتقي غدا في حلقه جديده من برنامجكم من رحيق الايمان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كان محدثكم اخوكم وسيم يوسف.